وينضم إلينا من رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية. دكتور عوض، صحيفة يدعوت أحرنوت قالت إنه بعد انجلاء ما حدث في ليلة أمس، قالت إن القوات التي دخلت قطاع غزة الليلة الماضية بقيت حتى الصباح. طيب، مع انجلاء ساعات الصباح كيف تتبدل الأمور لديكم في غزة؟ اولا يعني صباح الخير للجميع طبعا والمشاهدين. انا في رام الله حقيقه، وبالتالي لست في غزه حتى اتحدث عن يعني عن مشاهداتي، لكن ما وغزه كلها منقطعه عن العالم دكتور احمد. بالضبط، غزه منقطعه عن العالم، يعني يتم الاستفراد بها تماما، وبالتالي ما يقول المحتل الان يعني يكاد هو الذي يمتلك السردية، يمتلك الصورة، يمتلك الرواية أيضا، لأنه هذا أحد مقاصده عندما قطع الاتصالات عن قطاع غزة، يعني لا أحد يصور، لا أحد يتصل، وبالتالي عمليا الإسرائيلي المحتل يمكن له أن يفعل ما يفعل من مذابح وغيرها دون أن يراها أحد. لكن ما يكتب هذا الإعلام الغربي، الإعلام العبري، تكلم عن يعني مقاومة شديدة جدا في البريج مثلا، حتى انه موقع ولا العرب العبري قال انه هناك الدبابات تحترق كالدمى، هكذا قال الموقع العبري. هذا ليس كلامي، هذا كلام موثوق تماما. يعني بالتالي ما حدث ليله امس من توحش في القصف والدخول بري محدود عمليا جوبها بكثير من الصمود والصلابه والتحدي من قبل المقاومين في قطاع غزه. نعم دكتور أحمد، يعني شاهدنا عمليات برية محدودة للجيش الإسرائيلي في غزة، هل يعني ذلك أن الاجتياح سيكون على مراحل أم هو موضوع لجس النبض في غزة؟ هل سيكون هناك مقاومة كبيرة أم سينصاع أو سيضعف أو ستضعف المقاومة الفلسطينية أمام هذا الاجتياح حتى لو كان محدودا؟ في مسألة الاجتياح البري، أعتقد أنه الأمريكان اللي هم شركاء في القرار نصحوا إسرائيل بفكرة الاجتياح المتدرج اللي هو جرعة جرعة حتى لا يثير الخواطر ولا يثير الإقليم كله، وبالتالي وتقلل الخسائر أيضا. يعني فكرة المشي البطيء اللي اقترحوها في الموصل سنة 2016 مش على طريقة الفلوجة اللي خسروا فيها كثيرا، بالتالي القرار الأمريكي مش النصيحة الأمريكية، القرار الأمريكي لإسرائيل أن يكون الاجتياح البري اجتياح يعني متدرج مش مرة واحدة، وأيضا لتقليل الخسائر كما قلت. بس من ناحية المقاومة، سؤالك سيدتي، المقاومة واضح أنه يعني بتتصرف أيضا بعقلية استشهادية، بمعنى إعداد كبير ومهم وحتى آخر التفاصيل، ومن جهة أخرى الصمود إلى آخر دقيقة، بمعنى أنه لن يسمح لإسرائيل أن تدخل قطاع غزة كما تريد وتفعل ما تريد، خاصة من المقاومة الآن في مدينة مدمرة تماما، يعني كل مقاتل هو بيته مدمر، أهله ما استشهدوا، بالتالي هو ليس هناك ما يخاف عليه عمليا، وبالتالي برأيي أنه القتال سيكون شديدا جدا جدا بعقلية استشهادية. يعني ولهذا السبب إسرائيل تحسب ألف حساب لمسألة الاجتياح البري، فضلا عن التداعيات السياسية والعسكرية أيضا خارج قطاع غزة. نتحدث هنا عن الإقليم، بمعنى انه الاجتياح البري ليس سهلا لا على المستوى العسكري ولا على المستوى السياسي ايضا. وحماس من جانبها دكتور احمد قالت انها افشلت هذا الدخول البري في مساحاته ضيقه كما قالت حماس، وربما فقدت بعض القاده الميدانيين، لكنها نجحت حسب ما قالت في صد هذا الهجوم. فبالتالي يعني هذا الهجوم كما يعتقد كثيرون لن يكون على نطاق واحد، على سياق واحد، وانما بشكل متدرج. كما سمعنا كما قرأنا أيضا أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تحبط الاقتحامات البرية الثلاثة بما فيها الاقتحام الذي حدث ليلة أمس، وهو كان كبيرا يعني من جهتين، من الجهة الشمالية ومن الجهة الشرقية، والمقاومة تصدت لهذه التدخلات يعني بشكل كبير جدا، وقيل هناك أمور كثيرة لم تؤكد بعد، بمعنى خطف جندي، احتراق دبابات إلى آخره، هذه الأخبار لم تؤكد بعد، ولكن المؤكد أن هذه الاقتحامات لم تؤدي إلى نتائج، وواضح أن الإسرائيليين يعني خسروا فيها. لأن زي ما كنا أعود وأقول أنه الاجتياح البري يبدو أنه بقرار أمريكي مش بقرار إسرائيلي ولا برؤية إسرائيلية. الإسرائيل تريد يعني اجتياح بري كامل شامل
أمريكا تقول لهم أنه هذا صعب جدا جدا، وعندهم تجارب طبعا، أمريكا عندها تجارب كبيرة في أفغانستان وفي العراق وأماكن أخرى عن كيفية اجتياح مكان مدني يعني. وبالتالي أعتقد أنه فكرة خطة المشي البطيء كما يقال، اللي هو الاستطلاع والعودة والاقتحام والعودة، التدرج في الاقتحام، هذا يعني ربما يخدم كثير من الأمور. أولا أنه الاقتحام يصير جرعة جرعة لا يؤدي إلى انفجار الأوضاع لا السياسية ولا العسكرية في الإقليم، وأيضا بقدر الخسائر. وثلاثة بنتهك أو بنهك المقاومين، يعني بنهك قدرتهم على الصمود. هذا ما أريد أن أسأل عنه تحديدا دكتور أحمد. قبل قليل ذكرت الإدارة الأمريكية وقلقها حول هذا الموضوع، أنها لا تشجع على هذا الاجتياح البري الشامل. ما هو حقيقة هذه التوترات والسبب في عدم تشجيع إسرائيل على هذا الاجتياح الشامل لقطاع غزة؟ يبدو أنه هذا يعني كما قلت يعني نصيحة أمريكية أو أمر أمريكي، لأن أمريكا مشاركة. تعتقد أمريكا أنه إذا كان هناك اقتحام بري شامل سيفتح جبهات أخرى، هذه الجبهات الأخرى ستضر بالمصالح الأمريكية، ستضر بالوجود الأمريكي، وستندلع حرب ليست يعني فقط على قطاع غزة، وإنما ستكون حرب أكبر وأكثر. وفي حالة سقوط غزة لا سمح الله، ويعني سقوط المقاومة، بالتأكيد هذا الأمر سيحرك محور ما نسميه محور المقاومة أو الممانعة، لأنه غزة ليست وحدها، غزة ضمن محور، وهذا المحور إذا سقطت غزة ستسقط الساحات كلها والجبهات كلها، بما في إيران عمليا. يعني سقوط غزة هو المس بالمشروع النووي الإيراني على فكرة يعني، والمس بقدرة إيران على الحركة وعلى النفوذ وعلى المناورة يعني. بالتالي سقوط غزة هذا يعني انفتاح جبهات أخرى. لهذا السبب أمريكا لا ترغب بذلك، أمريكا لا ترغب أصلا لأن شرق المنطقة العربية يكون فيها مواجهة عسكرية. عند أمريكا ما عندها يعني من المشاكل في شرق آسيا وأوكرانيا وحتى أمريكا اللاتينية، وبالتالي يعني إسرائيل أمريكا ترغب أن يكون هذا الاجتياح البري لغزة متدرج جرعة جرعة درجة درجة مشي بطيء وليس مرة واحدة حتى لا تنفجر الأوضاع. دكتور أحمد، يعني هناك مفارقة أرجو أن تشاركني فيها. وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال قبل عدة أيام إن قوات بلاده هي الأكثر إنسانية في التعامل مع مشكلة غزة. الناطق باسم الجيش الإسرائيلي تحدث منذ قليل أنه سيتم إدخال مواد غذائية ومياه شرب وأدوية إلى القطاع. ما تعليقك؟ يعني اشتاق اللي علق، يعني هاي الناس احترفت الكذب، احترفت العلاقات العامة، احترفت بيع القصد المفبركي، وهي تعتقد هاي العالم تعتقد انه الدبابة لا تكفي، لابد من كذبة اخرى، كذبة او مجموعة كذبات ترافق الدبابة من اجل تجميل الدبابة وتجميل الموت، زي بكون عندنا في فلسطين رش على الموت سكر. يعني هذا كلام مضحك، مضحك جدا جدا، لأنه الجيش الاحتلال الإسرائيلي نحن الفلسطينيين نعرفه بالضبط، وأنتم أيضا المصريين تعرفوه في بحر البقر وغير بحر البقر يعني تعرفوه تماما. بالتالي هذا كلام يعني صحيح، أنه يعني رأينا أردان كيف قال، في كيف كان خطابه في مجلس الجمعية العمومية المتحدة وكيف أهانهم. نرى كيف وزارة الخارجية علقت على قرار الجمعية العمومية امبارح عندما قالت عن هدى إنسانية، قال هذا القرار دنيء وحقير، وبالإنجليزي دنيء زي حقير يعني. العملية هو يهين العالم يعني، فبالتالي هذا كلام كذب، بس كذب صراح يعني، كذب ممجوج. نعم دكتور أحمد، يعني تخشى إسرائيل من الأنفاق الموجودة، ويعني تعد شبكة كاملة تحت مدينة غزة. في هذه الحالة تحدثت عن العديد من السيناريوهات لمواجهة هذه التحديات والصعوبات في حال تم هذا الاجتياح البري الشامل لقطاع غزة، وتحدثت عن الغاز غز الأعصاب وإغراق هذه الأنفاق كاملة واستخدام أعلى التكنولوجيا والتقنيات. ماذا لديك من تفاصيل حول هذا الموضوع؟ قرأنا كثيرا سيدتي، شكرا لك على السؤال، سؤال مهم. قرأنا كثيرا من هذه الإشاعات أنه ضخ المياه البحر في الأنفاق، ضخ غاز في الأنفاق، إلخ إلخ يعني.
هذا كلام يقع كله في خانة الضغط النفسي والحرب النفسية من أجل الضغط على المقاتلين اللي جوا الأنفاق، اللي عمل الأنفاق يعني مش من السذاجة بحيث إنه لا يضع كل السيناريوهات الممكنة لأنه ما يحولش الأنفاق لقبور يعني. فأكيد اللي عمل الأنفاق بعرف كيف يعني يمنع فكرة المي والغاز والنار يعني والكهرباء والتهوية وكل والصوت إلى آخره إلى آخره. يعني هاي مش ناس عندها خبراتها الهائلة وعندها، وبعدين فكرة الأنفاق هي فكرة معروفة عسكريا، واللي بيعمل نفق بيعرف كل شيء حواليه بمعنى أنه يدرسه تماما أمنيا وجغرافيا وجيولوجيا إلى آخره إلى آخره. يعني هذا كلام فارغ، هذا مجرد حرب نفسية ليس إلا، مش أكثر مش أقل. والأكل نعم. ليه؟ لأنه باختصار جملة أخيرة، الأنفاق هاي أولا فيها تقريبا بيكونوا حوالي 500 كيلو، وفيش حدا ولا حدا بيعرف الخريطة الكاملة للأنفاق، ما يدل على أنه اللي عملها عارف كل السيناريوهات يعني. نعم، أشكرك يا ضيفنا من رام الله دكتور أحمد رفيق عواد، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية.